مرحبا، كيف حال؟ اليوم بدي راح يكون نحن نلعب هذا الماب تبع القطار تبع هاكوكي. بس قبل ما نبدا بدي رد تضغط على زر اللايك سبسكرايب كومنت شير شغلات. يعني بلش اول اشي نحن ناخذ سكه لوحدي انا اوكي يلا صح. هلا لو هدول اللي بعده لكنا نروح يعني نمشي نكمل طريقنا بالسكه، ثم ما عم يخليني امشي. يلا اوكي بمشي وبرجع لكم، يعني بتحرك وبرجع لكم. اوكي طبعا هلا بدنا نتحرك. طبعا انا هلا عم اضغط بس هلا راح بسرعه. اوكي يلا يلا. طبعا هلا بتقولي ليه صار كثير ما نزلت لنا فيديو في حالة الامتحانات اوكي ايه ممكن ما تقولوا لي ليه ما بتنزلي فيديوهات صار كثير. انا بقول لكم ليه، يعني امتحانات وخمسة ايام يعني تعب، صاروا ستة لان عاصفة ترابية كثير قوية. فهاي العطلة انا خلصت امتحانات ان شاء الله، لان ان شاء الله درجاتي تكون ان شاء الله. ف لسه ما طلع النتائج بس ان شاء الله تطلع، ما بعرف اذا اليوم ولا بكرة ما بعرف. المهم ف رح انزل لكم بالعطلة كل يوم كل يوم. اوكي يلا يلا هلا خلينا نمشي خلينا اسرع شوي. اوكي يلا هلا يعني أكثر شيء كمان بدي أروح هيك أصل للأخير للأخير، يعني شوف شو نتمنى للأخير، يعني يمكن أجهز جوالي. هلا بتفرق كتير ملاذة بتقول عليها، صراحة أنا ما مجربيتها ولا راح أجربها، يعني كتير بخاف. هلا لو أشوف بس أشوف يعني جيراني تعرفوها هاي اللعبة بخاف، بس أشوف الصورة فهمت يعني بس اشوف الصورة بخاف من ال الصورة. اوكي هاي تأثيرة الامتحانات ما بعرف اتكلم. اوكي وين وصلنا؟ اوكي شو هاي؟ اه هاي الكلافات حلو والله حلو بالسكين يعني. بس كيف نزلتينا يا حلوة كان هالماب او يا ولد كان هالماب. اوكي انا هلفت شوفها هلفت زي هيك بصراحة كتير حلو هيك ممتع. بحس انا براكب في القطار في اللعبة، يعني بحس انا في اللعبة وعم اركب القطار قصدي السكة. مو امن الا لو انه على اساس حطوا هيك غطا من فوق، مع الأساس هيك بتصير أحلى، يعني كتير مرات أنا وقعت مو من هذا الماب، في ماب تاني منه بس هذا هجوالية. اوكي شو هاي؟ شفت هذا الشي؟ يما شو هاد؟ شوف شوف والله في واحد واصل قبلي. خلي خلي يا ولدي خلينا على البطيء عشان هاد بيروح ولا يوقفنا، انا هذا كمان بطيء. اوكي اوكي يلا يلا انا بوقفه. انت شفتها؟ اتوقع وصلنا لها دلوقتي بس اجلي انا في رجلي فهمتوا؟ شوفوا اوكي طبعا انا مو يعني انزل كل يوم على اللعبة واحدة، لا يعني كل يوم على اللعبة قتال او شو فكرت شو راح انزل لكم كل يومين
يعني بكرة ما نزل، بعد بكرة بنزل، بعد بكرة ما نزل، بعد بكرة نزل، يعني نزل بعد بكرة فيديو إذا يعني عندي وقت. أنا وقتي كله يعني على بطني، فهمت علي؟ كان بس باكل. يلا بس هنا الفلافة ثانية. طيب لا لو حلفت مرة ثانية مثلا اندومي. يلا تعلموا انا الاندومي انه شعرية، اسمه من الشعرية، حاطين فيه كل الامراض، اسمه من الشعرية. طبعا قربنا نوصل الاخير، طفت الكهرباء. طبعا مثل ما عم تشوفوا طفت الكهرباء، واذا طفت الكهرباء راح يطلع لي من الباب، واذا طلع لي من الباب اذا رجعت اعيد راح يعيد لي من البداية، من البداية، فهمتوا؟ وانا وصلت هيك، شوفوا هون الابواب، شوفوا هذا هو، هذا اللي حطيت عليه احمر، جيبوا تاني ما بعرف، بس هو هلا راح يطلعني. فهذا كان فيديو اليوم، راح انهي. إن شاء الله عجبكم، إذا عجبكم حطوا لايك واشتركوا بالقناة، وباي باي.